السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية، والنهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض طريقة ووصفة حلوة قوي. بصراحة انا يعني استغربت وذهلت جدا جدا لما جربتها، حلوة قوي قوي قوي. هتخلي جسمك ملساء، هتخلي المنطقة الحساسة عندك صلعاء مفهاش ولا شعراية، بدل ما تكلفي نفسك وتعملي جلسات ليزر وكمان جلسات مكلفة جدا ومتعبة وكمان بتاخد وقت مش كده. فاحنا هنعمل ليزر للجسم وللعينة في البيت ان شاء الله بوصفة حلوة قوي. بس اهم حاجة تتابعي معايا وتركزي على اللي انا هعمله بالظبط. الكبسولة السحرية اللي معايا، الكبسولة السحرية اللي معايا دي هتمنع شعر مو جسمك، وهتلاحظي فرق رهيب من اول مرة. بجد هنعمل وصفة حلوة قوي. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبة قلبي بالله عليكي لايك، الله يسعدك ويفرح ايامك كلها وحياتك يا رب. بصي يا حبيبة قلبي، طبعا قبل ما اعرفكم على الكبسولة هنعمل ايه فيها وهنستخدمها ازاي، عايزاكي تركزي معايا. انت عايزة جسمك ما يكونش فيه ولا شعراية وتعملي عجز، تعملي ليزر طبيعي في البيت. وكمان عايزة اقولك ان الوصفة دي مش بس بتعجز نمو الشعر وبتشيله وبتطيره، لا اسفة جدا، دي بتعمل تفتيح ونعومة وصنفرة وازالة الجلد الميت وجلد الوزة من الجسم. اول حاجة واول خطوة ركزي معايا، ماشي معايا هنا، ده نعناع مجفف. طبعا احنا الكبسولة هقولك عليها وقولك هنعملها وهنستخدمها في اي وقت بالظبط، ماشي؟ بس ركزي معايا، معايا هنا نعناع مجفف. ده سهل جدا جدا ان انت تجيبيه من العطار وبيكون موجود في جميع المواسم، يعني سهل جدا ان انت تجيبيه. تمام تمام ومعايا هنا بخاخة، اي بخاخة عندك فيها مية تكون سخنة، ماشي، على قد ما جسمك يستحملها. تمام، هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ طبعا دي المنطقة اللي انت عايزة تزيلي منها الشعر، سواء رجليك، ايديكي، تحت الابطين، العانة، عندك المناطق دي اللي فيها الشعر الزائد. بعد ما هتعملي سويت مباشرة، يعني مش مباشرة مباشرة، بعد ما تعملي سويت مثلا بساعتين ثلاثة، ماشي، يعني في نفس اليوم سويت او شفرة مش مشكلة خالص، بس السويت طبعا احسن عشان المسام بيكون مفتوحة وبيكون منزل من الجذور. هتبدأي تجيبي البخاخ اللي فيه المية السخنة ده وهتبدأي ترشي كده اهو على المنطقة اللي انت عايزة تشيلي منها الشعر، وهتبدأي تجيبي النعناع المجفف بتاعك وهتبدأي تفركي المنطقة بالنعناع. تمام، وبعد ما تحسي ان المية اللي انت رشيتيها نشفت هتبدأي ترشي تاني والنعناع فيها، وتبدأي تاخدي نعناع تاني وهتبدأي تفركي. احنا كده بنفتح المسام وبنخليها دايما مفتوحة، والنعناع من الاعشاب اللي بتعجز نمو الشعر بطريقة فظيعة جدا جدا. بس لو عملتي نفس الخطوات اللي انا بعملها بالظبط في الفيديو، وهتبدأي اول ما تحسي ان المية نشفت هتبدأي ترشي تاني. تمام، وهتبدأي تفركي برضو، وهتبدأي تفركي النعناع على المنطقة عندك. تمام، اول ما تحسي ان المنطقة نشفت، ادي احنا كده عملنا ثلاث رشات، هتروحي عاملة رشة تانية وهتروحي واخدة تاني نعناع ناشف وهتبدأي تفركيه. انت هتحسي ان المنطقة عندك بدأت تسقع كده وتنمل، ده بيتغلغل وبيعجز نمو الشعر عندك بطريقة سريعة جدا. تمام، هتعملي الخطوة دي حوالي ثلاث مرات، يعني كده ورشة وكده ورشة. تمام، هتعملي الخطوة دي هتفضلي تعمليها قد ايه؟ هتفضلي تعمليها حوالي 13 14 دقيقة، ربع ساعة. هتفضلي تعملي الخطوة دي تدعكي بالمية الدافية والنعناع على جسمك، واول ما تحسي ان المية اللي موجودة نشفت تبدأي ان انت ترشي مية تاني على المنطقة وتبدأي تدعكي تاني. تمام، دي المرحلة الاولانية.
تعالوا بقى على المرحلة التانية، اعرفكم على القرص. طبعا انا بقول لكم على حاجة اكيدة وحاجة سريعة، ومش بس كده حبايبي، دي هتعمل معاكي مفعول سحري من اول ان شاء الله مرة، بس تابعي الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو. تمام، دلوقتي احنا هنخش بقى على الخطوة التانية بتاعة القرص. دلوقتي احنا دعكنا جسمنا بنفس الطريقة اللي انا قلتها في الفيديو، في اول الفيديو، بالنعناع المجفف والمية الدافية، وعلمتكم وقلت لكم هتستخدموها ازاي علشان تعجز نمو شعر جسمك. تمام. دلوقتي الخطوة اللي بعدها على طول دي، بعد ما خلاص عملنا الخطوة ورحنا غسلنا مكان النعناع بتاعنا، انا غسلت ايدي اهو مكان النعناع، هنبدأ نجيب ايه وهنبدأ اعرفكم على القرص السحري ده. تمام، القرص ده يا حبايب قلبي هنفتحه من الكبسولات اللي بتتفتح، يعني احنا عايزين كبسولات بتتفتح. تمام، وهنبدا ان احنا نفتحه. ده ايه يا حبايب قلبي؟ ده مضاد حيوي. يعني ايه مضاد حيوي يا مايا؟ مضاد حيوي فيلوميكس. هتسالي عليه في الصيدليه تقولي له عايزه مضاد حيوي اسمه فيلوميكس. ده فظيع جدا يا بنات لتفتيح وعجز نمو الشعر. تمام، مضاد حيوي او كبسولات مضاد حيوي. مضاد حيوي دي اللي هي قاتله للجراثيم والحاجات اللي زي كده، احنا بناخدها للصداع وبناخدها للسخونيه وبناخدها للوز للالتهابات. بس اللي انا استخدمته وجاب معايا نتيجه فيلوميكس، هتسالي عليه هتلاقيه ان شاء الله. لو ما لقيتيهوش يبقى اي نوع مضاد حيوي كبسول مش قرص. هتبداي تفتحيه اهو بالشكل ده، واخدنا اللي جواه اهو اخدنا البودر اللي جواه. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا زي ما عملنا المره اللي فاتت. انا بقول لك الخطوه دي بعد خطوه النعناع على طول يا حبيبه قلبي. تمام، هتبداي في المنطقه برضو، وهتبداي ترشي ميه سخنه كده على المنطقه، وهتبداي تاخدي كده اهو من المضاد الحيوي بتاعك، وهتبداي تدعكي المكان مره تانية. ده ما تقلقوش منه، ملهوش اي ضرر على الجلد. اهالينا زمان كانوا بيخلونا نستخدمه لو عندي جرح ولا حاجه وعايزاه يخف، كنا بنعمل الموضوع ده. هتعملي خطوه تانية وتبداي ترشي وتبداي تحطي تاني. تمام، واول ما تحسي ان الميه نشفت في ايدك تبداي تحطي تاني مره على اتنين على تلاته. هتعمليها لمده 5-6 مرات، هتعجز نمو شعر جسمك بطريقه خياليه. يبقى خطوه النعناع مع الخطوه دي الاتنين ورا بعض، هتعملي الخطوه دي بعد ما تخلصي، لحد ما تخلصي البودر تبداي تاخدي وتدعكي. اي طبعا انا بتكلم على اي مكان. بعدين هتبداي ترشي وتاخدي وتدعكي، هتبداي ترشي وتاخدي وتدعكي لحد ما الكميه اللي معاكي تخلص خالص. تمام، والكميه دي كميه قرص واحد بس. يا رب تكون الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. هتعملوها مره واحده ان شاء الله كل بعد سويت، واول مره هتلاحظي فرق رهيب جدا جدا. هتلاقي عجز نمو الشعر في جسمك ومش هينبت ليكي شعر تاني من اول مره ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.